جاءت الفكرة التي ستؤدي إلى ظهور السوتشي من الصين، فقد اكتشف الصينيون مبكرا أنه إذا تتم تخزين الأسماك مع الأرز المخمر فإن التخمير للأرز يمنع الأسماك من التلف. بدأ اليابانيون رحلتهم في استخدام هذه التقنية للحفاظ على الأسماك، ولكن فيما بعد تم اكتشاف طريقة بديلة للحفظ في محافظة نارا. منذ هذه اللحظة بدأ اليابانيون في استخدام الخل، لأن هذا السائل يحافظ على السمك أفضل من الأرز المخمر. وجعلت هذه التقنية الناس يبدأون في الجمع بين الأرز والسمك قبل التخلص من الأرز المخمر وأكل السمك فقط، وأدى هذا إلى ظهور النمط الأول من السوتشي، والذي كان يستهلك في الغالب من قبل الطبقات الشعبية في مدينة أوساكا اليابانية. السوتشي كما نعرفه اليوم تم تناوله لأول مرة في طوكيو خلال فترة عائلة إيدو في طوكيو في القرن التاسع عشر. كان هناك 8 أنواع من السوتشي. كانت قطع السوتشي هذه عبارة عن أرز وأسماك طازجة بشكل أساسي، على الرغم من أن الأرز كان يستهلك أيضا مع مكونات أخرى مثل البيض أو الخيار. يعد السوتشي حاليا أحد أكثر الأطعمة الشعبية ليس فقط في اليابان ولكن على مستوى العالم. بسبب هذا النمو في شعبيته يتطور السوتشي باستمرار، على الرغم من أن الأنماط الكلاسيكية مثل نيجري أو ساميتشي أو ماكيزوتشي لا تزال من بين أكثر الأساليب استهلاكا. فهناك الآن أيضا قطع مبتكرة جدا مثل تيماكي أو باساشي سوتشي، وهو سوتشي لحم الحصان، أو حتى سوتشي كيت كات. الشيء المثير للفضول بأن السوتشي هو أحد القطع الأكثر شهرة خارج اليابان، وخاصة بكاليفورنيا رول، ولم يتم تصنيعه في اليابان ولم يبدأ استهلاكه حتى بداية القرن العشرين. تم صنع قطعة السوتشي هذه من قبل مهاجرين يابانيين في كاليفورنيا بعد أن تمكن من تقديم ثقافة السوتشي إلى الولايات المتحدة، حيث لم يحب الأمريكيون طعم السوتشي التقليدي تماما، قرروا تكييف مطبخهم مع الأذواق المحلية. من هنا أصبح تصدير هذا الطبق إلى كل الدول مع تكييفه مع نمط الأكلات الوطنية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.